التنقيب ديال الساعات والظروف وتتبع التواريخ وكتلقى الناس وتتبع التواريخ. هو صحيح اليوم تكذب كذبه كبيره وتقنع بها الناس صحيح، ولكن ما كاينش جريمه تانية. اليوم حنا مهمتنا اننا في هذا الملف انتبهوا انه ليس كل ما قاله الحاج بن ابراهيم او الحاج احمد بن ابراهيم صحيح، وان هذا الملف بني على كذبه كبيره. وقلت احنا كدفاع ان نثبت للمحكمه اولا والراي العام الوطني ثانيا ان هذه الكذبه لا تجد اي اساس واقعي. لذلك اليوم نحن نلتمس المحكمه البحث في اماكن مظلمه في هذا الملف من اجل وصول الحقيقه. من بينها طلب من الامور اللي طلبنا انه يتم توقيف هذا الرجل من اجل معرفه التاريخ اللي يكون خروج المغرب، باش تاكدوا انه في خصوص الواقع التي يدعي انه كان في المغرب وارتكبها كان اصلا في المغرب. وطلبنا انه تنقيط شخص اخر معاه اللي كذلك من خارج المغرب اجنبي، لا سي وسام نادر. هذا سي وسام نادر بغينا نعرفوا انه في تاريخ الواقع واش فعلا كان في المغرب، لانه المعلومات المؤكده لدينا من طرف المعني بالامر ومن طرف جهات متعدده ان هذا شخص لم يكن اصلا في المغرب. و هادو شهود اعتمدهم قضيه التحقيق في المتابعه اللي تحقق اللي تحرات السيد شهود محض. هذه شهود محض. شهود محض. وقلتي ان البحث اللي توجز يعني في حق السي مصيري كان من اجل اثبات ما قال منحه بن ابراهيم. هو للاسف اليوم انه بقراءتي الشخصيه التي لا الزم بها احد انه في البحث اللي دار انه كان السعي لاثبات صحه ما قاله الحاج احمد بن ابراهيم رغم انه كاذب، ولم يتوجه البحث الى اثبات ان ما قاله سعيد الناصري هو الصحيح. ذلك اليوم ان ندعم كاذب جهه ما وان نبحث على وسائل اثباتها وان لا نتحقق من صحه الكذب. هذا هو النقطه اللي اليوم محل اثاره ومحل تدقيق وتبحيث وغتكون المحكمه راي فيها. بالنسبه للتاريخ ديال المعرفه ديال هو تيقول دخل في المغرب في 2013 جاء في 2006 كزائر سياحي، ومن بعد تيقول دخلت في 2013 وبقى حتى غادر المغرب على حسب قراءة المعلومات اللي عطاتنا الفرقة الوطنية أنا غادر الموت اعتقد في موريتانيا، ولكن تيقول أنه خرج ودخل وخرج ودخل كيدخل الذهب وخرج الذهب إضافة إلى واحد وشي حاجة يعني كلام كثير وقائع كثيرة. اليوم اللي مطلوب منا حنا أن نتتبعه في كلامه من أجل الوقوف على كل معلومة هذا هل هي صحيحة أم خاطئة، لأنه الذي يكذب مرة لا يمكن أن يصدق كل مرة. اسم لطيفة رأفت الدوكير لأنه يتعلق بوقائع مرتبطة بالميت، لأنه تبغينا نعرفوا تاريخ زواج هذا السيد الفنانة ديالنا لطيفة رأفت وتاريخ طلاق منها، لأنه يتحدث على وقائع تمت أيام الزواج. بغينا نشوفوا فعلا هل الواقع اللي كيتذكر اي الزوج هو فعلا كان الزوج لا لطيفه ولا ما كاينش مسؤول. استاذ مسكيني، استاذ مسكيني، انت كدفاع المتهمين في قراءتكم لهذا الملف هذا، شنو الرباح ديال هذا بن ابراهيم ولا شنو الهدف من ديال هذا بن ابراهيم انه يورط المتهم؟ واللي نقدر نقول لك هو انه بحكم تجربتي في هذا المجال ولنا في ملفات عديده خصوصا الملفات ديال التجاره في المخدرات، هناك تصفيه حسابات. اليوم مجموعه من الاشخاص قابعين في السجن بفعل مساطير مرجعيه، ياتي شخص لكي يغطي على مزوري الحقيقي يذكر اسماء اخر. اليوم مجموعه من الاشخاص اللي قابعين في السجن بناء على ان فلان قال راه فلان باع ليا وفلان جاب ليا. حقيقه هذه الوقائع يعني كتبقى معروضه على القضاء، ولكن اليوم اشخاص مدانين بل خصوصا ملي كنجيو كنلقى واحد كيقول لك فلان باع ليا وانا كنقول لك ما باعش ليا وما عندكش الحجه باش بعت. تخيل معايا انا كنتكلموا على الاطنان، واش هاد البلاد سايبه؟ زعما تجيب الحشيش من تاونات وتخرجيه من سماره، زعما هاد البلاد فات السيبه ما كاينش لا حاضر باش يجي هذا راجل يضرب في المؤسسه العسكريه ويضرب في المؤسسات ديال البلاد ويصدقوا في هذا الكلام باش يقول لي انا كنخرج الحشيش من سماره. سماره الفرق الى طارت كتشدوا رادارات الوطن. قول لي نخرج الحشيش من جدار العازل، بمعنى انت عندك هدف اخر والاساءه لهذا الوطن والاساءه للمؤسسه العسكريه. لان اليوم الا صدقنا كلام الحاج احمد بن ابراهيم وكنخرجوا الحشيش من سماره بمعنى نسيء للوطن، نسيء للمؤسسه العسكريه اللي كتبقى عند تاج فوق راسنا. كيف اليوم انه فرخ الى طار في الحدود كتشدوا رادارات القوات المسلحه الملكيه يدوزوا الكاميوات وما نشوفوهمش؟ زعما هذا كامل هذا 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 رجل صديق، هذا قران يعني، هذا ربي اللي قال لنا نصدقوه. على هذه انا كنقول كلامه ماشي صحيح. هذه بوحدها
كتقول لي انني نجيب الحجم ديالو وكندير تاسمار ونخرجوا مسماره ونخرجوا لتفاريتي، بمعنى انني انا متواطئ مع البوليزاريو. كلام خطير اليوم. انا ما كنقولش الفرقه الوطنيه صدقاته، ولكن كنقول الكلام اللي كيقول ينبي على اننا رجل امام رجل يسعى للمس بالمؤسسات، يسعى لامور مسكيني. قلت ليس لم ياتي الوقت لذلك، كيف ما عرفتش باش المتفق على ذلك ان كاع الحاج كلها مشات في اثبات صحه كلام الحاج بن زمرين. لذلك اليوم حنا دورنا كدفاع هو اثبات كذب كلام الحاج بن زمرين. دوالك اليوم نحن في سجال مع الخصم الشريف نيام العباد اللي اليوم يعني تشرف على هذا الملف كجهه اتهام، من اجل ان نقول بانه ليس كل ما قاله الحاج بن زمرين صحيح. يمكن يكون عنده جزء من الصحة في وقائع معينة، ولكن ليس كل ما قاله الحاج أحمد إبراهيم صحيح، لأنه هذا رجل مدان وإدانته تنبئ على أننا أمام رجل غير نظيف على الأقل جنائي. وجدنا الملف في الأسبوع المقبل إن شاء الله الساعة 9 لاستكمال الطلبات. شكرا أستاذ مسكيني.